عندنا زائر جديد اسمه تي فليب فلوب. توجل، تي جاي من كلمة توجل. توجل يعني شنو؟ ها؟ توجل؟ شوفوا انا لما يكون عندي عداد كله اصفار عدل، شلون اشتغل عداد؟ اسوي توجل حق هذا صار واحد، اسوي توجل مره يرجع صفر، واسوي توجل حق هذا بعدين صار واحد عدل، بعدين كل مره قاعد اسوي توجل حق هذا صار الحين واحد، واسوي توجل مره توجل دائما يبدل اذا صفر واحد او واحد صفر، ويستمر بالشكل هذا. انزين انتوا تدرون الداتا عن طريق الفلوب فلوب نقدر نخزنها، يعني لو انا بخزن رقم خمسه، انا راويت الشباب هني، لو بخزن رقم خمسه هذا اكتبه كذي، اذا صفر واحد صفر واحد كم بت هذه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع بتات كل واحد، هذا دي فلوب فلوب، هذا كلهم دي، هذا دي فلوب فلوب، اربطهم كلهم بتايمر واحد زين، واروح اغذي الارقام هذه، هذا حطه هني واحد، وهذا هذا دخله هني زيرو، وهذا واحد، فانا خزنتهم كلهم وين؟ خزنتهم داخل اربع فليب فلوب، الاربع بتات هذي، فخزنت الرقم خمسه. ابي اقراهم بعدين من الكمبيوتر، اقراهم من هني من الانبوت هذا، هذا يقرا لي اول بت، ثاني بت، ثالث بت، رابع بت بالشكل هذا. فانتوا على عدد البتات اللي تبون تخزنون فيها، اذا زي واحد بيخزن حرف الاي، حرف الاي حول اسكي يعني 65 عبارة عن رقم، احولها باينري واخزنها، ذاتس ات. ذيس از فيري، فانا لما اقول شورت انتجر اكس يساوي 5 اكشولي قاعد يخزنها كذي بالميموري، قاعد تروح تنحسب بالشكل هذا اذا كانت داخلية، يعني مو بالهارد ديسك، يعني تحكي داخل الشيب نفسها. ف everything is done like this. الحين عندنا التوجل فليب فلوب، هو نوع من الفليب فلوب، التفاعل ماله طبعا الشبكه ما راح انا اشرحها، هي عباره عن دي بس دخلت فيها، هاي غلط، هاي مو هاي التوجل، التوجل تحت هذا التوجل. شنو سويت هني؟ اذا كانت زيرو بيحافظ على اخر قيمه، اذا واحد بيعكس اخر قيمه. فالشبكه حطيت عباره عن دي فليب فلوب بوزيتيف ايدج، وعكست الانبوت مال الاولى مع الثانيه بالشكل هذا. فشلون تصير التايم تيبل مالها بالشكل هذا؟ اذا الكلوك شغال هني، هذا بوزيتيف ايدج بنات، معناته وين راح يتفاعل؟ هني. فشنو الدي مالته؟ هي التي، شاف الدي شنو؟ واحد، هي كانت صفر اخر قيمه، معناته بدل خلها بواحد، ارتفعت صارت واحد، شفتوا؟ متى تفاعل مره ثانيه؟ بالبوزيتيف ايدج هذه زيرو، ايش معناته؟ معناته حافظ على اخر قيمه لا تغير شيء. شنو اخر قيمه كانت؟ واحد، خليك واحد. متى يتفاعل مره ثانيه؟ هني هذا بوزيتيف ايدج، شفتوا؟ شنو التي او الداتا يعني اللي داش عليه؟ واحد، هذا توجل. شو معناته واحد؟ معناته بدل اخر قيمه، شنو اخر قيمه كنت؟ كنت واحد، بدلها صارت صفر. شفتوها؟ فنزلت. وين تفاعل مره ثانيه؟ هني. This is the next positive edge. شنو قيمتك؟ واحد، بدلها صارت، شفت شلون؟ فماشي بالشكل هذا، ماشي بالشكل هذا على كل بوزيتيف ايدج، اذا كانت القيمه الدي ديتا اللي داشه واحد، بدل القيمه الاخيره مالت الفليب فلوب، اذا كانت زيرو خلها على ما هي عليه. فهمتوها؟ هاي نسميها شنو؟ تي فليب فلوب.